الرمزية الشعبي المغربي تعبيرا عن إنانته الشديدة لهذا الإجراء الأرعن الذي أقدمت عليه داعمة سوريا العالمية أمريكا وحلفائها في المنطقة وغيرها. وهذا طبعا يؤشر على تطور خطير في المسألة وتحتاج إلى تعبئة شاملة من العالم الإسلامي قصد إعادة القضية إلى الواجهة وتطوير مختلف الفعاليات من أجل تلقيح الأمة حتى لا تستسلم وحتى لا تهون أمام هذه المخططات الرهيبة. وإننا عازمون بحول الله تعالى إذا استيقظت هذه الشعوب أنها ستحقق النصر ولو بعد حين بإذن الله تعالى.